الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نقدم لكم بعض الاعشاب عندي، بغيت نبارطاجيها معكم كل عجله الصراحه، ممكن تاخذوا واحد الفكره في سبيل الله. المهم بالنسبه لهاد العشبه الاولى، هذا سميتو كف مريم، كف مريم سميتو هكا. كطبخيه مع الماء وكتشربيه غير، كتاخدي غير عريج ماشي كله، كتاخدي غير قد هكا، راه قاصحه. المهم انا ما بغاش تقسم ليا غير قد هكا، غير هادي كديريها مع كاس د الماء مده 3 شهور 4 شهور. انا جايبه هاد الكميه باش ان شاء الله نديرها 3 شهور حتى 4 شهور. ها هي كميه كامله، هذه مزيانه للاضطرابات الهرمونيه، انا عندي اضطرابات هرمونيه كبيره، مزيانه الناس العيالات اللي كينوض لهم الشعر في الوجه، الشعرانيه، التستوستيرون، استروجين، تاخر الدوره الشهريه، مزيانه. هذا ورق الغار مطحون، مزيان للشعر، مزيان للوجه. ورق الغار هو ورقه سيدنا موسى، هذه مطحونه مزيانه لتخفيض الوزن. معلقه صغيره، قل من معلقه صغيره في كاس باش تخفضي الوزن. بالنسبه للشعر كديريها مع الخلطات اللي كديريها السيدريه الحنه. بالنسبه للوجه كديريها مع ياغورت. هذه الكركديه مزيانه للشعر بزاف، كتعطيه واحد الكولور، مزيانه للوجه كماسك. لا ميم شوز، انا شوف جميع الماسكات عندي اغلبيه كنديرو مع ياغورت مسوس، معلقه من هاد الكركديه بودغ مع ياغورت مسوس. هذا الورد، هذا الورد مزيان للشعر، مزيان للقبض، اللي فيه القبض، اللي فيه القبض يديروا جوج ورقات مع جوج ورقات ديال سنه مكي ويشربوا باش ما يبقاش فيه القبض نهائيا. ماشي زعما كتعالج، وانما داك الساعه ما كيبقاش فيك القبض. زوين حتى الوجه، كتشدي هذا كترقضيه في الماء، كترقضيه في الماء سخون وكتصفيه وكتبداي تغسلي به وجهك ولا ترشي وجهك. هذا القسط الهندي، القسط الهندي مزيان الامراض الخبيثه والامراض المناعيه. طريقه الاستخدام هو من الافضل ديه تطحن، هذه راه 5 دراهم، حتى هذه 5 دراهم، فين هي؟ حتى هذه 5 دراهم وهذه 5 دراهم الوحده، كف مريم 5 دراهم الوحده، وهذه 60 درهم، هذه 60 كدا و 60 درهم 67 بحال هكذا. المهم هذا بودور، بودور المورينغا، بودور المورينغا زوينه، ممكن تاكليها غير هكاك، بنينه 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 بزاف، كتقشريها وكتاكليها زوينه، كتخفض الوزن واحد الطريقه عجيبه، كتخفض الوزن صراحه فنه لتخفيض الوزن. هذه بودور المورينغا، انا صراحه بغيت نزرعها ان شاء الله، غادي نجربها كزرع. كيف ما قلت لكم هذا القسط الهندي من الافضل يطحن ويتخاد معلقه في الصباح على الريق ولا تخلطيه مع العسل. هذه الكركديه كنشربها كنخلط، راني شاركتها معكم، هذه زوينه 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 بزاف، مضاد للاكسده، مضاد للاكسده، مضاد للشيخوخه، مطهر الامعاء، كيحيد واحد البكتيريا خيبه 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 كتكون في الامعاء، هذا مطهر ليها. شوفوا حطوا الكركديه مع الماء وشوفوا واش غتعفن، راه ما غتعفنش، هي اونتي اوكسيدون، اونتي بكتيريان، اونتي بيوتيك. هذه الفوا، الفوا هذه اختها هي 5 دراهم وقيلا مفشوشه. المهم هذه الفوا مزيانه لفقر الدم اللي كتفشفش، مزيانه اللي عنده فقر الدم، مزيانه اللي عنده بوم زوي، كتغلط، كتحيد الصفوريه من الوجه، زوينه حتى ماسك الوجه، فنه 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 لا ميم شوز. ولكن هذه قلوا من عندكم تكتروها ماسك الوجه، راه غير شي قبيصه مع مثلا مع شي ماسك كديروه ملفين، قبيصه قبيصه قبيصه، مزيانه للشعر كتقويه، هذه فنه. انا مخليه البوطه، مهم انا شاريه عود الورد. ها هو سنا مكي اللي هضرت لكم عليه، هاد سنا مكي ولا سنا حرام، فن 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 فن، غير جوج وريقات ربعة الوريقات كفيله بانها تهلك الامعاء. هادي بودور الكينوا، بودور الكينوا الزوينه، كاين اللي كيديرها كسكسو. المهم انا بغيت نزرعها، هو الهدف ديالي، قالوا والله اعلم
هي كتخفض الوزن، انا بغيت نخفض الوزن. هذا العلك الصحراوي، العلك الصحراوي زوين 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 في اتاي، كيحيد داك الزروقيه اللي في الوجه، كيصفي الامعاء، كيحيد منهم حتى هما واحد البكتيريا خايبه كتكون في الامعاء كينظفها. هذا العلك الصحراوي ماشي العماني، هذا العلك الصحراوي مغربي عادي ماشي غالي. زوين منقوع مع لبن الذكر الوجه، رشاشه الوجه. هذا السدر، هذا السدر مزيان للسحر، مزيان العين، مزيان كتبخري بالاوراق ديالو، ولا كتقراي الرقيه على سبعة ديال الورقات في الماء وكتشربي داك حتى دوك الورقات غير شربيهم ما غيديروا لك والو. زوين عاود كطحنيه وكديريه ماسك لوجهك، ماسك لشعرك، كديريه بحال صابون لوجهك، كترغيه وتغسلي به وجهك. هذا كيصفي الا عندك شي نمش ولا عندك شي حاجه راه كيصفي. هذا السدر مطحون، هو ملاكات بالسيدر، هو راه يكتب غير بلا يا. مهم السيدر مطحون، ها هو. هذا انا غنديرو ماسك لوجهي. هذا العرعار، العرعار هادو كلهم خمسة دراهم. هذا العرعار الا بغيتوني نمشي عند هذا المول المعجبه وندور لكم عليه، راه كناخذ من عنده هادشي كامل. المهم هذا العرعار زوين للشعر، زوين ديري شويه في المبخره واحد القبيصه زوينه. قالوا كتحيد الطاقه السلبيه، والله اعلم انا عمري درتها، ولكن نويت وخفت، خفت لي يكون شرك، والله نويت نبخر بيه لان الله اعلم هذا المرض ديالي وهذا الشيء، ما ربما دابا نجربه ان شاء الله، ولكن خصني تنستخر الله باش ما يكونش شرك. هذا العرعار زوين، تشرب معلقه في يطرد الماء ياك مره واحده مزيان. قال لك البوم زوين مزيان الوجه كماسك، حتى هو غير شويه، ديما ديما شويه شويه. عندك تمشي ديري نص هذا وديري في شعر في وجهك تمشي يوقع لك شي حاجه، لا غير شويه. هذا حتى هو العلك. هذا لوبان الذكر، غادي نقعو نديرو ان شاء الله في وجهي. هذا الحرمل، الحرمل شي حاجه واعره للشعر، الحرمل راه شي حاجه طوب، حتى هما قالوا كيبخروا بيه ولكن انا ما نبغيش ندير الشرك والله اعلم. هذه الكتيره، لا هذه البكبوكه، انا كنشوف عندي القهوه في البوطه. المهم هذه سميتها البكبوكه، زوينه 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 زياده الوزن، اللي بغات تزيد الوزن البكبوكه احسن من الحصاص الصحراويه، واحسن من احسن من الدردك واحسن من كلشي. كطحنيها ياك، هذه بحال قديمه. المهم كطحنيها كديريها مع كاس الحليب قبل ما تنعسي وفي الصباح. رحمي لي الوالدين على هذه، الله يرحم بابا في هذا النهار. انا علاش بغيتها، بغيت نطحنها ونديرها مع زيت ايكيبي، لا اوكيبي ولا ايكيبي ولا شنو سميتو ايكيبي، بغيتو من زياده الارداف. المهم دابا نهضر لكم عليه. هذه البكبوكه واعره، مزيانه حتى الشعر، نزيدكم مزيانه حتى الشعر، البودغ ديالو الوجه الا بغيتي تسمني غير الوجه كديريها مع زيت اللوز. اثنين حكه. المهم هادو بيكربونات الصودا، شي حاجه طوب، كتخلطيها مع غسيل الاواني، مع باش تغسلي الحوايج كديريها في الماكينه، مثلا الماكينه تبغي ديري امرش وتكبيها هنايا مع المسحوق، راه كتخرج لك حوايج فنين. هي بودغ خمسة دراهم. هاد الحنطه هادي، هاد الحنطه هادي بديل القمح، هاد الحنطه بديل القمح. الناس اللي عندهم الجلوتين ما خصهمش خلوها من الجلوتين، يجعلوها بديلا جدا عن القمح. قال لك كتخفض مستويات السكر، كتساعد على خساره الوزن، فيها الياف الكربوهيدرات، تقوي العظام، تعزز عمل الجهاز الهضمي، تقلل خطر الاصابه بمرض فقر الدم، تعزز امداد الجسم بالطاقه والحيويه. طريقه الاستخدام،
حبوب الحنطه قال لك خصك تغسليها قبل طهيها، ويمكن تناول الحبوب كامله. قال لك يطحنها وكيديرها خبز. هذا البابونج لا كامومي، انا راه واحد المره درت قد هكا قد هكا في البراد ياك، والله الا كنت غنسخف كنت غنسخف. بقاو ديروا غير شويه كيكالمي كيكالمي بزاف. زوين الشعر اللي عنده زعر، كيديروا محلول مع اخر تشليله. واخا دابا انا كندير فيديو. المهم هادي ديال الجاج ديال الجاج ديال الجاج رينا الدور، انا كندير فيديو نسال حتى هادي فينا الدور كلشي حتى في تي 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 الدور. هادي زوينة الدراري الصغار، الدراري الصغار حديثي الولاده كتاخدي غير جوج وريضات. دار حنايا ولاد ماشي كتاخدي غير جوج وريضات، كتاخدي جوج وريضات مع الماء، وكتعطيه شي جوج كيس جوج معلقات. زوينه كتكالمي كتنعس، والله الا كتنعس لدرجه انا ضخت. هادي زريعه البصله، زريعه البصله بغيت نزرعها مزيان. هاد الشعر الا طحنتيها ديرها مع العشوب صافي. زريعه البصله ماشي هادي ماشي السانوج، راه كتقزقز. ها دير زريعه البصله، كتقولي له عطيني زريعه البصله، انت هادي 5 دراهم. قولي عطيني زريعه البصله كيعطيها لك، كطحنيها كديريها جوج طرق. هي كتغليها وداك الماء ديالها كتشقي به شعرك، يا كديريها بودغ كديريها مع الحنه ولا السيدر، الا ما كتبغيش الحنه ديري غير هادي والسيدر، يا كديريها في الزيت في حمام مريم حتى كيسخن الزيت هادي كتطلق في الزيت كتعاود تشقي بها شعرك. هادي الفصه، الفصه اللي بغات تزيد في الوزن ما نعاودش لكم، هادي عاود عالم واحد اخر. هادي كطحنيها وتاكليها، ولا كتفزقيها وكتاكليها، اولا كديريها مع الحلبه ياك كتشربي الماء ديالها. انا علاش شريتها غير باش نزرعها ونشوفها. هذا صابون الكبريت اللي عنده فوجو حب شباب، واللي عنده انا كنشريه على حسب عندي واحد الحزاز، هذا زوين الحزاز. ها هي البلاد الثانيه 5 دراهم الوحده. هذا ايكيبي زيت تدليك بشكل دائري صباح مساء في زيوت نباتيه شمع. مهم هذا شريته انايا ب40 درهم. هاهو الارداف، بغيت نكبر الارداف. حتى هذا العلك، هذا القسط، هذا الريحان وقيله والله ما عقلت الريحان. هذا زغب الكبال حتى هو غنديرو معاك في مريم مزيان الطرابات والسيس. ها هو ايكيبي عاود خديته واحد النهار. هاد الميكا هادي راني قديتها غا مؤخرا. هذا نبات السعد، لا السعد تارة، كطحنيها وديريها مع الزيت وما يبقاش ينوض لك الشعر الا درتي لاسياغ. هيا دلمي كرميها. هذا ورق الغار اللي قلت لكم طحنته، هو ورقة سيدنا موسى، ديريه في الطياب ديريه في المهم مزيان الوجه مزيان كيما قلت لكم كينقص الوزن وداكشي. ملح الهيمالايا اللي كيقول لي غالي راه غير 17 درهم. هذا راه شتوه شحال كبير، انا غادي نطحنو. تا هادي زريعه البصله، تا هادي السدر، تا هادي الكبال، قزبر حبوب مزيانه اللي عنده انتفاخ الى من فوق لك مسارم. ها هو الورد، ها هو عاود السدر، ما فهمتش انا كنعاود السدر وما نستهلكوش. هادي مورينغا وصافي. نتمنى نكون فتكم، راه عندي واحد عاود واحد كرتونه دابا نبارطاجيها معكم ان شاء الله.